انا دايما الحقيقه لما انت بتقول العمليه، انا بشعر لما دايما بتكلم معاك ان هي مش جراحه يعني مقلقه عشان نقول عمليه، هي حاجه كده بسيطه جدا. بص، هي من الناحيه الطبيه هي يعني حاجه كده اقل من فتح الخرم. جراحات يوم واحد بقى كده، حاجه بسيطه. لان انت يعني العمليه نفسها مدتها حوالي 92 ثانيه، دقيقة عمال بقى ونص. ما تعقيم وتفتح وتقفل الغرز تخش لها في 10 دقائق مثلا. انما هي القصه بمنتهى البساطه ايه، يعني احنا بنقص حته جلد صغيره هنا تحت الاسفل راس القضيب هنا، الحته دي اسمها المنطقه دلتا، المنطقه دي انا بسميها الجي سبوت بتاعت الرجل، يعني اكثر نقاط حساسيه في القضيب. تركيز الاعصاب فيها 3 أضعاف التركيز في اي منطقه اخرى. يعني هي فيها 18 وشويه لكل ملي، الحته الثانيه بتتراوح من 6 ل 8. وبعدين في عضله هي العضله القاذفه، يعني الرجل ساعه القذف بيحس بانقباضات كده اللي هي بتقوم على القذف. العضله دي هي المسؤوله عن اسمها البالبوس اسبونجيوزس، دي العضله القاذفه اختصارا يعني، المسؤوله عن القذف او المرحله الثانيه من عمليه القذف. تمام. احنا بنقص العضله دي بشكل 11 كده ونسيبها مكانها. بتقصها مكانها يعني انا عايز الغيها، نلغي العمليه. احنا هو حد هيلغي يا دكتور؟ ما هو ده ما حصلش حتى الان، بقى لنا 7 سنين ما حدش عمل كده. بس احنا ما كنا بنعمل عمليه، دايما انت كجراح وبتخش في فيلد جديد لازم أن تكون عامل، انت داخل في حاجه غير مسبوقه ما حدش عملها قبليك. ما كنا بنعمل حاجاتنا كان عم بيخش ويمضينا على الاقرار انه هيعمل عمليه وان كذا ودي عمليه جديده ولسه و الخ الخ. فكان دايما احنا حاطين عندنا خطوط امان. لكن احنا طبعا فوجئنا بان نتائج العمليه كانت كويسه جدا جدا، وبدانا نطور فيها بعد كده، حتى بدانا نعمل والحقنا حول الراس، وبعد كده بدانا نطور ونضيف عليها ربط الاعصاب الطرفيه في الناس اللي هي عندهم اللي هي حساسيه راس القضيب. حساسيه راس القضيب دي صعبه جدا في العلاج، وبيجي دايما العين يقول لك الدكاتره يقولوا لي مفيش امل، ودي بتتشخص بحاجه بسيطه جدا. العين يقول لك ان انا لو عملت لقاءين بيبقى مده اللقاء الاولى هي مده اللقاء الثانيه، انا بقعد 5 ثواني في الاول وخمسه في الثانيه. ده ممكن ده لما تكون حالات قويه بنعمل حاجه ثانيه كمان؟ بعمل حاجه اسمها بارشال نيوركتومي، ربط او قص الاعصاب الطرفيه القضيب. دي يعني حته ربط الاعصاب الطرفيه دي لوحدها نجاحها لوحده نسبه نجاحها حوالي 85%. بتزود دلوقتي من اقل من دقيقه الى 7 إلى 20 دقيقه. العمليه بتاعتنا نسبه نجاحها حوالي 96.6%، الاتنين مع بعض نسب النجاح بتقارب ال 100%. انا ما اقدرش اقول 100% كمال لله وحده في اي حاجه في العالم يعني بالزبط. لكن نسب بتقارب ال 100% لما نعمل الاتنين مع بعض. امتى بضيفها مع العمليه؟ لما يكون العين عندي بقى الوضع صعب جدا، جرب كل العلاجات مفيش نتيجه، الوقت نفسه يعني يجي يقول لك انا باخد ترامادول بقعد مثلا 10 ثواني يعني باخد كذا اخره مثلا كل الادويه اللي ممكن شويه تاخر قص يعني ما بتعملش مع نتيجه ما فيش خالص. فيجي يقول انا عاوز حاجه قويه، او واحد مثلا هو طالب انه عاوز ياخر وقت بشكل قوي جدا، يعني شاب صغير مثلا لا انا عاوز اطول وقت ممكن لان انا مثلا عنده تجربه زواج سابق، مشكله سابقه، يعني بتبقى ليها حسابات اخرى او حاجات جانبيه، ليها حسابات ثانيه بالظبط. انا دايما ممكن اختار بين الثلاث فئات، يعني ممكن اعمل العين قص المنطقه دلتا بس، او قص العضله بس، او ربط اعصاب بس، او اخد اثنين منهم او الثلاثه مع بعض. حلو. حسب انا عاوز ازود المده قد ايه. حلو. هنقعد قد ايه يعني ايه بالظبط، اخد اجازه قد ايه من شغلي عشان اجي اعمل حاجه زي كده؟ لا، العمليه دي بالذات ما بيقعدش اجازه، لان هي اصلا اوريدي العمليه لو احنا بنعمل اللي هو الدلتا والعضله دي بتقعد 10 دقائق، لو نحط ربط اعصاب معاهم او قص دي بتقعد كلها بعدها 15 دقيقه. بينج كل يوم بيخرج بيخرج من المستشفى بعد 4 ساعات. التخدير ايه يا دكتور؟ بنفضل التخدير النصفي. التخدير لكن لو عاوز كل مفيش مشكله. ويرجع يمارس حياته عادي جدا. طبعا هي سرعه القذف بس عمليه بسيطه. ما بتعودش اي حاجه، مش زي مثلا الدعامات او الكلام ده بتعوز راحه وكلام من ده، لا دي ممكن اربع يعني في ناس بتاخد من شغلها اجازه مثلا اذن 4 ساعات ويجي يعمل عمليه ويمشي. ودي الميزه فيها. بس هو طبعا ممكن استحمام في نفس اليوم، السفر، قياده سيارات، ركوب طائرات. هيغير على الجرح؟ العمل عادي بيمسح عليه بمطهر عادي خالص وبنسيبه مكشوف، يعني هو بيغير لنفسه، بياخد شويه ادويه مضادات ومسكن وحاجه مضاده للالتهاب 10 ايام.